اصور في البطوله تدريب المنتخب في استاد كليه حربيه. طب اصور قبل البطوله في الدوري وبطوله افريقيا الانديه والكونفدراليه مش اول مره ان انا اصور في البطوله. انا صورت تقريبا قبل كده ماتشين ثلاثه بالكثير. صورت كوره من حوالي سنه ونص، كنت بدات اول ماتش ده كان الاهلي والزمالك. صورت ماتش واحد بس كان بين مصر وتونس. اخر صوره في النهائي بتاعت ماني لما الجزمه طارت في وشه، وصورة احتفال الجزائر بعد الهدف، هدف محرز في نيجيريا في الدقائق الأخيرة. الصورة بتاعت محمد صلاح الوقفة بتاعته الشهيرة يعني. في صورة تانية تريزيجيه وهو نايم في الأرض، ده لما مصر خرجت ومكتوب إيجيبت 2019. هي صورة عجباني جدا. ممكن صورة ساديو ماني، صورته هو بيبص على الكاس، بس كان في كادر مميز ان هو وبيدعي وبيبص على الكاس بمحاسرة كده، ان هو كان بيتمنى ان هو يفوز بالكاس ده. هو من افضل الصور اللي صورتها في البطولة كانت صورة محمد صلاح وهو بيحتفل مع تريزيجيه. كان محمد صلاح واقف بالحركة بتاعته الشهيرة. اول صورة بالنسبة لي كانت صورة الشادو بتاعت منتخب الكاميرون وهو بيعدي، كان في نافورة مية اللي هي الرشاشات بتاعت الملعب، فعدوا أربعة جنب بعض فأخدوا معايا التكوين جدا، والشمس كانت موجودة ساعتها كانت لسه ما غربتش. الصورة التانية بتاعت البنت المغربية اللي كانت بتعيط بعد خروج منتخب المغرب. الصورة للجماهير، كان جو حار جدا والجماهير جاية من بدري قوي، كان ماتش مصر أوغندا، فلقيت في ثلاثة قاعدين وحاطين الشمسية، فعملت صورة الحمد لله مختلفة شويتين يعني. الصورة كانت للاعب بغداد بنجاح وهو وسط حوالي ست لاعبين من غينيا، كأنه هو حرفيا متحاصر في ست لاعبين حواليه علشان ياخدوا منه الكورة. دي كانت الصورة وهو في الآخر وقع ما بينهم يعني. الصورة اللي أنا حبيتها وكان نفسي أخدها صورة زميلي سيد حسن، مدربين هما بيعدوا قدام الميه وجايبهم سلويت بالشمس وراه. صوره وقام عبير بتاعت ساديو ماني وهو بيربط الجزمه للطفل، فكان نفسي اصور الصوره دي. صوره بتاعت زميلي محمد فؤاد ساديو ماني لما كان بيشوط الكوره والشوز بتاعه اتخلع، انا كنت شايفها بعينيا، كانت الشبكه قطعه عليا خالص، فالنت جه على الشبكه مش على ماني، فيعني باظت مني. في الاول وفي الاخر بنقول ان الصوره رزق. في ماتش انا كان نفسي اكون حاضر فيه اللي هو ماتش الجزائر ساعه ما بغداد ضيع ضربه الجزاء وعيط وراح يتعذر للجماهير. احمد حسن كوكا اتصاب وهو خارج، فانا جريت فهم مساندينه فانا بصور، بكرة الكاميرا لفت وانا ما اعرفش ابص على الصور راح. انا قعدت اعيط في ماتش الجزائر وكوت ديفوار، الكارت فصل مني فما لحقتش اخد الصوره، كانت اكشن كويس يعني، فخبطت على دماغي اتعصبت يعني. اخر ماتش في النهائي ساديو ماني الشوز بتاعه طار وقلع، وانا شفته وانا عمال اقول هو ايه اللي طار، بس انا ما خدتش الصوره دي فضايقني. لما نزلت الصور اتضايقت اكتر. وبعدين السنغال جابت جون في الاكسترا تايم، فكان ده خلاص يعني، ده معناه ان هي احتمال كبير خلاص هي بتخلص الماتش يعني. وبعدين وانا بصور فجاه الكاميرا علقت، انا مش فاهمه ليه، البطاريه مشحونه والكارت تمام كل حاجه تمام وخلاص بقى. انا كنت حاسه ان اللحظه دي يعني خلاص الفرحه بالنسبه لي او احتفالي يعني الفوز خلاص هيضيع مني. الصوره اللي انا ما صورتهاش او الصوره اللي انا باظت مني او عملت فلو مني، يعني ما بزعلش عليها قوي، بتضايق بس مش هزعل قوي، هعمل احسن وفي بعد كده هيطلع مني احسن، بس في الاول وفي الاخر بنقول ان الصوره رزق. بحلم اصور تشامبيونز ليج وكاس العالم والدوري الانجليزي. نفسي اكمل في موضوع الكوره لان انا حبيته جدا. كل بقى انواع الرياضه مش حاجه معينه. انا بحلم اصور كاس العالم، اصور بقى ميسي كريستيانو. نفسي اصور حاجه غير الكوره بقى، نفسي اصور سباحه من تحت الميه. والحلم بقى اللي هو يعني بعيد المدى ان انا اصور اولمبياد طوكيو 2020. طول الوقت نفسي ان انا اقدر انقل حكايات كمان بصور، سواء ده في الملعب او بره الملعب يعني، نفسي ان انا طول الوقت ابقى واثق حكايات بالصور. انا
كاميرتي نيكون دي 750، اقول لها شكرا انك مستحملاني في حاجات كتير. انا كاميرتي كانون 60 دي، عايزه اقول لها ان انا بحبها جدا، هي اكتر حاجه بتبسطني في الدنيا. انا كاميرتي نيكون دي 610، كاميرتي ديت زي حاجه غاليه جدا عندي، بحبها جدا. انا كاميرتي كانت كانون 550. انا بحب الكاميرات وبحب كل انواع الكاميرات وبحب اصور باي حاجه، انا بحب الكاميرا جدا. انا كاميرتي كانون 1 دي اكس مارك 1، وانا مسميها رضا، ومسميها رضا عشان خاطر مستحملاني وراضيه بتعبي وشقايا اللي انا بشقيها فيه. انا كاميرتي كانون 60 دي، هي في الحقيقه مش كاميرتي انا، مش كاميرتي الشخصيه، هي كاميرا صديقتي ندى. بحب اوجه رساله للكاميرا وصاحبه الكاميرا ان انا ممتنه ليهم يعني عشان هم موجودين في حياتي. بس انا كاميرتي 5 دي مارك 3، بقول لها او اشكرها عن اللي هي عملته معايا وادتني فرصه ان انا اصور بطوله زي امم افريقيا، من غيرها ما كنتش اعرف اطلع الصور واوثق اللحظات اللي حصلت في امم افريقيا. شكرا.